تحولت مهرجانات القبيات عكار السياحية التي انطلقت مساء أمس إلى عرس سياحي وطني بارز، وشهد المهرجان حضور سياسي ووزاري ونيابي وأمني وإعلامي واجتماعي لافت، وازدحمت المدرجات بالحضور من كل المناطق اللبنانية. رئيسة لجنة مهرجانات القبيات سينتيا حبيش أعربت عن سرورها بهذا الإنجاز التاريخي لعكار والذي وضعها على الخارطة السياحية. يمكن عكار صحيح مش عم بتبين للإعلام وجهها المضبوط، ولكن الحلم اليوم عم بيتحقق. ناس عم تجي تشارك معنا بأحلى المعالم السياحية والأثرية الموجودة، وتشارك معنا بهالبروجرام اللي عاملينه. اليوم بلشوا بالبروجرام البيئي وتفرجوا مشتركين معنا على طبيعة عكار وكانوا مدهوشين. كما تحدث لكاميرا تلفزيون لبنان عدد من الوزراء والشخصيات السياسية. مبروك لكل اللي تعبوا لحتى قدرنا نوصل لهون، وإن شاء الله هيدي بتكون البداية وبتكفي كل مستقبل عكار فرح وحب وحياة. نيال عكار بالقبيات. البيات اللي عم بتشارك بهالرسالة الكبيرة من المجتمع المدني بإرادة الحياة والفن والتراث ورفض التعطيل ورفض الظلم أو الظلام. كل المناطق اليوم مجتمع هون بالقبيات لنحتفل بهالمهرجانات اللي غابت كتير عن عكار وعم ترجع السنة لتحط عكار على خريطة المهرجانات بكل لبنان. وإن شاء الله بتمتعوا بهذا المهرجان وبتكون كل ليالي اللبنانيين أفراح ومهرجانات. الليلة الأولى كانت مع النجم وائل كفوري. واليوم يكتمل المهرجان مع النجم عاصي الحلاني. مهرجان القبيات السياحي الأول في عكار تظاهرة حضارية سياحية متميزة، وضع عكار أيضا على الخارطة السياحية على أمل أن تواكب هذه الخطوة مشاريع انمائية وخدماتية واجتماعية تشمل كل المناطق والبلدات العكارية. من القبيات في عكار منذ المرعى بأمين سليمان، تلفزيون لبنان.